طبعا في زيارة لإحدى الجبهات وجدنا قائد المجلس العسكري لدمشق وريفها العقيد الطيار عمار النمر متواجد على إحدى الجبهات. طبعا سوف يتحدث لنا العقيد عن زيارته الدائمة للجبهات وما نتائج يعني المعارك الأخيرة في الغوطة الشرقية. يعطيك العافية سيادة العقيد. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيكم أخي الكريم. نحن هنا الآن على إحدى جبهات الغوطة الشرقية المشتعلة. كما سمعت وكما ترى الطيران في بالأجواء يقصف، وهناك بعض الاشتباكات على يسارنا. نحن الآن في جولة تفقدية من قيادة المجلس العسكري ومن الهيئة التدريبية في الكلية الحربية لمرافقة الطلاب الضباط في التدريب العملي على الجبهات. قمنا بتفقد المدربين الضباط العاملين في الكلية الحربية مع الطلاب الضباط على الجبهات خلال التدريب العملي على الأرض. يعني سيادة العقيد طلاب الضباط متواجدين على الجبهات؟ نعم، طلاب الضباط في الكلية الحربية هم الآن في مرحلة التدريب العملي على الجبهات مع مدربيهم وقادتهم وضمن تشكيلات أيضا يقومون بالتدريب العملي الآن من الاستطلاع والتحرك والعمل على الخرائط والتخطيط وقيادة الجماعة والفصيلة وإلى ما هنالك بكل متطلبات الحرب الحديثة. كيف مرت سيادة العقيد الهدنة الأمريكية الروسية على الغوطة الشرقية؟ لم يكن هناك أي هدنة أمريكية روسية في الغوطة الشرقية. كان هناك منذ تم الإعلان عن بدء الهدنة الطيران النظام والطيران الروسي يقوم بقصف الجبهات بالكامل وأيضا المدن والبلدات، حيث شاهدتم وغطيتم قصف مدينة دوما وكفر بطنة وجسرين. لم يكن هناك أي هدنة إضافة إلى الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة على الجبهات. كل الشكر لكم سيادة العقيد، ونترككم تتابعوا عملكم. الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. إذا كنا في جولة مفاجئة لجبهات حوش نصري في الغوطة الشرقية. كما لاحظنا وجدنا قيادة المجلس العسكري وبالتحديد قائد المجلس العسكري يتفقد الجبهات.